السلام عليكم. المدرسة اللي عندها 26 سنة بنت محافظة الدقهلية مركز طلخة، البنت اللي معروفة في المدرسة بتاعتها ان كل الناس بيحبوها وكل اهلها برضو بيحبوها وكل جيرانها بيعشقوها. البلاغ اللي وصل قدام مكتب مدير الامن بورود بلاغ بيقول ان في بنت جت لمستشفى المنصورة في حالة عياء شديد عقب تناولها قرص غلة، القرص الغلال او قرص الغلة السام اللي هو بيتحط في المواد او مواد مادة كيميائية بيتحط في الزرع وخلافه، ولكن هي مادة سامة من الطراز الاول. حاولت ان هي تنتحر بيه، ولكن الحمد لله قدروا الدكاترة ان هم يسعفوها على طول في وقت قريب. بعدها على طول قدر رئيس المباحث ان هو يتوصل لوالدتها اللي سألها خير في ايه، بنتك اللي عندها 26 سنة حاولت الانتحار، السبب في حاجة زي كده ايه، وهو بيدور فيه شبهة جنائية في الموضوع ولا لا. الام اللي اكدت له ان بنتها بتمر بحالة نفسية سيئة، وده بعد ما حست في وقت معين ان قطر الجواز فاتها عندها 26 سنة. الام بتقول كده، والبنت كمان بعد ما فاقت قالت الكلام ده كله، قالت ان هي بتمر بأزمة نفسية معينة، حست ان قطر الجواز فاتها علشان كده حاولت ان هي تنتحر عندها 26 سنة. الاغرب ما في الموضوع ان هي مدرسة، يعني هي متعلمة، وان هي عارفة ان سنها ال 26 سنة دي لسه صغيرة جدا، 27 30 35 كل الاوقات دي كلها برضو لسه صغيرة، لا في كلمة قطر جواز فات ولا في سن ان هي بقت متعنسة او ان هي مش متجوزة ولا ولا ولا. ده الغريب في الامر، ولكن البنت لما فاقت قالت الكلام ده كله. ده الموضوع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. رسالة للام ورسالة للاب، بعد اذن حضرتك انت مش مخلفة بنتك علشان كل يوم والتاني تعيريها بجوازها او تعيريها ان هي لسه ما اتجوزتش، انت هتبوري، انت هتبقي زي الارض البور، انت خلاص كبرتي، سن الجواز فاتك، هتعنسي، ها 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 ها. الام دايما لما بتشوف بنتها في حالة معينة او في وقت معين بتحس ان هي لو ما اتجوزتش خلاص البنت بارت، علشان كده بتفضل الام او الاب يلسع البنات او حتى الولاد، يلسعهم بكلمات وجمل قاتلة. احنا ما بنقولش الموضوع ده اللي حصل في الحالة دي، ولكن الموضوع ده تطرقنا ليه للموضوع ده، ليه الام بتمسك بنتها كل شوية وتعيرها بحاجات زي كده، ليه الام كل شوية بتفضل تقول لبنتها انت سن الجواز فاتك، قطر الجواز فاتك، هتعنسي، هتبوري، ها ها. البنات على فكرة بيحسوا، والولاد كمان بيحسوا. هتفرحي بنتك لما تجوزيها الواحد ويجيبها لك تاني يوم متطلقة؟ هتفرحي بنتك لما تتجوز وتاني يوم واحد يجيبها لك مقتولة؟ هتفرحي ببنتك لما تتجوز وتاني يوم تقول لك جوزي بيضربني كل يوم والتاني؟ انا بحذر الام وبحذر الاب، مالكش دعوه بنتك ومالكش دعوه بابنك. البنت اللي عايزاه تاخده، الحاله الوحيده اللي ممكن تقف فيها لو هو تاجر مخدرات او حرامي او سمعته مش كويسه، ولكن حتى لو هو فقير شويه او الحاله الماديه بتاعته قليله شويه، بكره ربنا سبحانه وتعالى الحاله بتاعتهم هتكبر وهيكبروا هما الاثنين لو هي عاوزاه. لكن ان انت كل شويه تدخليها في الحاله اللي هي فيها دي وتدخليها في مرحله معينه تسأل منها حياتها كلها، يبقى حضرتك السبب في حاجه زي كده، وحضرتك اللي مفروض تتحكمي في حاجه زي كده. مفيش بنت بتبور، في ربنا سبحانه وتعالى كاتب نصيب معين في وقت معين، البنت ولا الولد هيجي لهم الوقت بتاعهم في الجواز. خلي كل بنت تاخد اللي هي بتحبه، وخلي كل ولد ياخد كل بنت هو بيحبها. محدش يجبر حد على حاجة، ومحدش يقول دول ولادنا لازم ان احنا نحافظ عليهم ونختار لهم حياتهم. لا حضرتك عايشة ليها ولا حضرتك عايش ليها ولا عايش ليه، خلي كل واحد في نفسه، هي هتشيل القربة وتخر عليها، وهو برضه هيشيل القربة وهتخر عليه، محدش ليه دعوة. ما تدخلوش في حياة بناتكم بطريقة مش كويسة. دي النصيحة اللي حبيت ان انا اقولها، وربطنا الموضوع ده وربطنا الموضوع ده. مفيش حاجة اسمها تأخر سن الجواز، ربنا يكرم أصلا الشباب ويعينهم على الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، الحالة الاقتصادية الكبيرة اللي احنا فيها،
والغلا اللي احنا فيه، ربنا يعين كل واحد هيجي يتجوز في اليومين دول، واللي يجي لبنتك لو هو كويس ومتاكد ان هو كويس جوزه ليها، ولو هي راضيه بيه، ولكن لو ما رضيتش بيه محدش يقول لها سن الجواز فاتك. الحالات النفسيه اللي زي كده قلنا مره واثنين وثلاثه وعشره. بعد اذنكم، في خطوط ساخنه للمواضيع دي المتخصصين بيتكلموا فيها مع اللي بيحس ان هم عايزين ينهوا حياتهم، او ان هم عندهم مرض نفسي معين، او ان هم حاسين ان هم بحاله اكتئاب شديده. محدش هيعرف حاجه، كلموهم، هم مؤهلين تماما ان هم يحتووكم اكتر كمان من اهلكم. ده الخبر اللي كان منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره. البنت صاحبه ال 26 سنه اللي حاولت تنهي حياتها عن طريق الغله القاتله. سلام عليكم.